حرب المياه، المياه، نهر النيل، هنعطش، مش هنلاقي مياه، المياه بح، اللي عايز يشوف وشه يصبر، شوف وشك من كوباية شاي، اللي عايز يطبخ اصبر، مفيش مياه، نهر النيل هيجف، اللي عايز ابنها بيموت من العطش مش هتلاقي له مش هتلاقي له نقطة مياه يشربها. اللي عايز يروي زرع، اللي عايز ياكل زرع، مفيش لا خضار ولا ميه ولا شرب ولا اكل. ليه يا ولاد؟ نهر النيل هيجف، نهر النيل خلاص هينشف في خلال فتره بسيطه جدا. ووزاره الري والزعيم السيسي اعلن وقال يا جماعه احنا مش عارفين نوصل لحاجه، حد يلحقنا من بره، الحقنا يا ترامب. لان السيسي مضى على موافقه انهم يبنوا السد وبدون شروط، وقصه نيله كده كلكم عارفينها. وان السيسي حلف رئيس وزراء اثيوبيا وقال له قول والله 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 ان انت مش هتضر مصر، فالراجل حلف له، فالسيسي عمل اتفاقيه. اللي حصل ان محمد علي عمال يلف بالقصه دي عشان يخوف الناس، عشان يقول للناس السيسي وداكوا في داهيه ومصر هتموت ومصر مش هيبقى فيها ميه. مش بنتكلم في فساد مالي ولا بحاجه غليت، لا، تصحى الصبح ولادك عايزين يشربوا مش هيلاقوا ميه، هيموتوا من العطش. وان دي حرب عاملها بقى السيسي، اللي هو طبعا محمد علي محتار فيه، يا ترى هو خاين ولا عميل، هو خاين ولا عميل، ما ترسلته على بره. مش ده اللي انتوا بتقولوه يا محمد علي؟ مش بتقول ان السيسي اهبل وضيع حصه مصر في نهر النيل؟ ولما استجاش بامريكا، امريكا واثيوبيا، اثيوبيا قالت لا ارفض التدخل. اللي انت ما تعرفوش بقى يا استاذ محمد علي بيه؟ ان من شروط الاتفاقيه اللي وقع عليها السيسي، انا معاك ان هو وقع، بس من شروط الاتفاقيه ان اي مشاكل تنشا بين الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا يحلوها مع بعض. ما قدروش يستعينوا بدوله خارجيه، حكم خارجي بموافقه الثلاثه، لازم الثلاثه يوافقوا على دخول عضو خارجي يحكم ما بينهم. اللي حصل من الجانب الاثيوبي تعنتا ورجع في حلفانه. الراجل الكبير المفروض راجل يحترم، يعني رئيس وزراء ولا رئيس حاكم ده، ويحترم حلفانه، حتى ما احترمش حلفانه وقال لا انا املى بمزاجي واعبي بمزاجي، واللي يموت يموت واللي يعطش يعطش. وليه علاقه مع اسرائيل؟ ليه علاقه مع اسرائيل؟ مالكوش علاقه، مالكوش فيه، استغبى فيها. اللي حصل ان السيسي طرب من ترامب لوجود علاقه ما بينهم، وقال له يا سيد ترامب تدخل. اثيوبيا قالت لا يا حبيبي مش بكيفك، البند اللي انت ماضي عليه يا سيسي لازم انا اوافق الاول ان يحصل تدخل خارجي، وانا مش موافق. طبعا بقى السيسي في حيصه ضيص. راجل السيسي بيحترم كلمته، وقع على العقد ده علشان بس يبين حسن النيه. انما كون ان مصر هتعطش هتعطش طبعا، شئنا ام ابينا. ليه؟ لأن السيسي وقع. ومش وقع كده معناه إنه خاين يا ابني، لا، ده بيحترم كلمته، كان واثق. وياما قلوب اتجرحت كتير. ومحدش بيتجرح قوي غير لما يحب قوي. السيد الرئيس السيسي حب رئيس وزراء أثيوبيا، وثق فيه. وحلفه. قال له أوعى تجرح قلبي. أوعى تغدر بشعب مصر، أوعى تموت مش عشرات ولا مئات، اوعى تموت ملايين المصريين. انت لو لعبت في ميه النيل ملايين المصريين هيموتوا، اوعى. قال له خلاص، قال له لا احلف، قول والله والله ما اضر بشعب مصر. ام قال والله والله والله، قال له لا قولها على بعض. لما ولاقيم بتاع اثيوبيا عايز يقول لك ايه، انا قلت والله ولا زي ما انت قلت، قال له لا قولها ورا بعض. قال له ايه؟ قولها انا ريبيت ويز يو. قال له والله والله، وقالها له باللغة العربية المبينة الفصيحة اللي المفروض أمثالك يا محمد علي يكون فهمها. هو بيكلموش حبيبي إنجليزي ولا بيكلموش حبيبي فرنساوي؟ ده قال له والله 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 ما ألحق ضرر بشعب مصر. بس للأسف حسن نية الرئيس السيسي قُبلت بثعلبية من أثيوبيا، لأنه قال والله والله ما ألحق ضرر بشعب مصر، ما قالش ضرر، قال ضرر. وهو مش هيجيبوا لنا ضرر، قال لك مش هصوم 3 أيام. ده ثعلب المخابرات السيسي طبعا، وراته في حلفاه. انت متخيل لما يصوم 3 ايام قدام شعبه يطلع راجل كذاب؟ ثعلب. انما بقى محمد علي بيه في بس النهارده، والنهارده راضي عليه،
عمال داير يخوف شعب مصر ويقول يا شعب فوق مش هتلاقي ميه في الحنفيه. دي مش مساله فلوس هتغلى ولا السيسي نصب وبنى قصر والانتصار ولا حاجه، لا دي حياه او موت لشعب مصر، افهموا. عمال يقول كده للناس. يعني ايه؟ يعني يا حبيبي يا مواطن اللي بتشوفني هتفتح الحنفيه الصبح مش عشان تشطف وشك، لا عشان تشرب، عطشان هتموت، عيالك بيعيطوا عايزين يشربوا حنفية ناشفة، ناشفة حنفية، عايز مية؟ والله بقى يبقى لينا تفاهم تاني. ده مين اللي بيقول؟ ده اسرائيل بقى اللي بتقول، اثيوبيا اللي بتقول، الجسيسي اللي بيقول، الجيش اللي بيقول، اي حد بيقول. ما انت عطشان تعال اشرب، عطشان تعال اشرب. ده اللي بيخوفنا بيه محمد علي. انا معاك ان الوضع صحيح والوضع طبيعي وده اللي هيحصل، يعني مش هنلاقي حتى مجاري نحليها. وطبعا سرب محمد علي تسريبات ان لوقات الجيش كان بيقول عايزين نحفر ابار ونحل مياه البحر بحيث يبقى في تخريه للمياه البحر، يعني المياه المخرّة تتنقى وتصفى واحنا المصريين نشربها. بيعملوا حاجات زي كده يعني. مياه الصرف الصحي، رئيس الوزراء وزير الري كان اعلن قبل كده ان هيتم تحليه مياه الصرف الصحي. طبعا ده مش هيكفي، لكن اللي نسيه محمد علي واللي واعيه ليه أجهزة الجيش، اللي نسيت يا أستاذ إن في دي، شايف دي يا بابا ولا ما تعرفهاش؟ دي المياه المعدنية اللي شعب مصر قادر على شرائها. الواحد يا جماعة لو هتجيبوا مثلا إيفيان ولا حاجة، بص بنتكلم في 14 ل 25 جنيه الإزازة، لكن بقى إيه طعم؟ أولا بتبقى واثق في النقاء، بتبقى صح، يعني بتشرب ميه ومعادن بقى والياف معدنيه. لا مش الياف، الالياف دي بتبقى في تحليه الصرف الصحي، بتبقى معادن والياف، لكن المياه المعدنيه بتبقى معادن بس ما فيهاش الياف، وبتبقى لونها زي ما انتم شايفين كده. انما الصرف الصحي بتبقى مديه على بني بسيط، بني بسيط، هي تحليه مياه البحر. انت محمد يا علي كنت بتخاطب قاده الجيش النهارده، بص انت بتتكلم مع سياسي محنك وهرش القصة بتاعت انهكوهم اللي انت كنت بتعملها، عايز تنهك الجيش والشرطة. انت بتتكلم مع سياسي عظمة. اللي انت عايز تقوله ان انت بتورط الجيش، بتقول له يا جيش انت متورط مع السيسي في القضاء على الشعب المصري وتعطيشه. مش ده كلامك؟ مش ده كلامك اللي انت بتقوله؟ ها؟ بتقول بقى قول انتوا دي خيانة عظمى، والسيد وزير الدفاع دي خيانة عظمى لأنك هتقتل مش عشرات، ملايين المصريين هيموتوا. وزير الدفاع مشترك. طب أنا بص يا محمد يا علي همشي معاك استراتيجيًا. نفترض إن السيسي خاين عميل وعمل الخطة دي علشان يقتل الشعب المصري أو يرقعه. معقول يعني السيسي لما عميل ولا جاسوس وصل الحكم مش هيجيب معاه جثثة؟ ما هيجيب معاه جثثة. هيخلي وزير الدفاع جثوثة زيه؟ ويخلي وزير الداخليه، ما طبعا ما عايز يتدفى، خلاص وصل لراس الحكم، خلاص السكه مفتوحه، هيجيب جاسويس من هنا وجاسويس من هنا وجاسويس من هنا. يعني كل اللي حواليه جاسويس. الحاجه الثانيه لو السيسي جاسوس وعميل او خاين ومشترك معاه وزير الدفاع وقيادات في الجيش لان هم شافوا الخيانه العظمى تعطيل شعب مصر وساكتين وساكتين من زمن على حد قولك وتسريباتك. لو هم خاينين وعملاء ومتآمرين معاه أو متورطين أو هو ورطهم، معقول هيحفر تحت قناة السويس قناة سرابيوم اللي بتوصل المية لسينا، وإحنا عارفين إن سينا ما فيهاش استصلاح زراعي، ممنوعين من كده اتفاقية كامب ديفيد. المية بتوصل من تحت قناة السويس لمين؟ أكيد الناس هتقول ده علشان لما يتضغط على المصريين تموتوا ولا نشترك في المية مع إسرائيل، يقولوا خلاص نشترك بس نعيش العيال هتموت. معقول يعني يبقى غبي ويعمل قناة سرابيوم ديت والجيش والمقاولين هم اللي بانيينها؟ لا مش هيفضح نفسه كده. قناة سرابيوم دي تدل إن هو مش عميل. ممكن تقول عبيط، أنا معاك عبيط، عبيط وغلط، لكن إن أنت عايز تسرب إن الجيش وقادة الجيش متورطين معاه لأن هم عرفوا مدى الخطورة اللي ممكن يتعرض ليها شعب مصر قتلا بالتعطيش وسكتوا وما اعتقلوش الراجل السيسي ده، يبقوا خونة؟ لا مش شرط يبقوا خونة، بس ده اللي أنت عايز تورطه. وأنا حديثي دلوقتي لرجال الجيش يا جماعة محمد علي واللي معاه بيلعبوا على أسلوب عالي قوي،
خد بالك الحاجات اللي وصلتني من مجموعاتهم المرة دي مش واتس، حاجة مادية. اتفضل اتفضل. مش عارف باينة ولا ايه الصورة؟ طبعا مقلوبة، دي حروف موسيقية، الصورة مقلوبة وانا اللي ماسكها بالمشعل. دي حروف موسيقية، حروف موسيقية، أغنية تحريضية بيورطوا فيها الجيش. قدرت أفك الشفرة بتاعت الأغنية؟ أنتوا عارفين حضراتكم أنا معايا العود، وأنا راجل موسيقار كبير وخبير موسيقي واستراتيجي وعسكري. الكلمات البيت الأول بس هي اللي باينة يا سيد الرئيس والسادة المسؤولين. بيقول إيه بقى قلبي المحترم؟ كانوا بيصرفوها عشان يقولوها. بيقول يا جيش ونايم على ودنه، صحصح يا جيش شوف مين خربها. ركز معايا عشان الناس اللي بتسمع ممكن تغنيها معايا ونبقى عارفين هما بيفكروا في ايه. يا جيش ونايم على ودنه، صحصح يا جيش شوف مين خربها. الميه نشفت وبإذنه، قصدهم على السيسي، جوه البيوت وادي جيشنا نايم. خربت هنا ما في جيش لنا، بيكررها مرتين بقى، خربت هنا ما في جيش لنا، ما عندناش جيش يحمينا، الجيش شايف السيسي بيخبرنا وهو ساكت، ماضي مع السيسي على خرابها، مكتوب كده، ده انا بجيب لك من بيتهم، اقول لك ايه اكتر من كده؟ الاغنيه دي هتعكس قبول عند الناس، والزن على الودان امر من ترمس. يا جيش وخاين لبلادك، بداوا بقى يتهموا الجيش، واظن ده كان واضح من خطاب محمد علي، بيتهموا الجيش ليه؟ قال ايه؟ عشان عارف مدى خطوره قتل المصريين عطشا وساكت. يا جيش وخاين لبلادك، سبت الحدود بايع في سلطه، وماشي سكه مع السيسي ابن اليهود ورطنا ورطه. وانت خلاص اتاكدت انه ابن يهود؟ اتاكدت انه ابن يهود؟ خلاص كشفت بقى على اوراق، يمكن عميل بس مش شرط يبقى ابن يهود. ده انا بس من كلامك ودينا، ده انا بفترض معاك يا محمد يا علي. عطشت هنا ما في نيل لنا، ماضي على السيسي على كهربا، بيكرروها. الناس اللي بتعرف تكتب الكلمات تكتبوها، لان الناس هتحتاج تسمعها كتير، والزن على الودان امر من الترمس. يا شعب ساير من يومه، بدأ بقى يخاطب الشعب، يا شعب ساير من يومه، انزل يا واد شيل العصابة. قيادة بتعوم على عومه، يعني قيادة الجيش بتعوم على عوم السيسي ليه؟ لأن شايفة الخراب وقتل مصر عطشا كيانة عظمى، شايفة كده وساكتة، ده من وجهة نظر محمد علي. ابن اليهود قلبينها الجايبة، هنصور هنا وده حقنا، قوم صورة يا بيه قوم صورة. يعني اللحن بقى، وانا اهو انا مش بقول بجيب كلام اعتباطا، انا مش بجيب كلام اعتباط، اهو اللحن اهو. انا الاوراق ما عمليش مسكه من شعري، اهي الاوراق اهي. الناس اللي بتفهم في الموسيقى، انا يا جماعه مش داخل عليهم على الواتساب وجايب، لا لا اسمع يا بيه، اللحن قدامي اهو اهو، وانا همشي على النوته، يعني جايب لك بالدليل يا استاذ محمد علي. وشوف بقى مين اللي بينكم وبيسرب لي المعلومات، شوف مين اللي معاكم وبيسرب لي المعلومات. كلمات في منتهى الخطورة. بدئنها منين يا أستاذ؟ بص بدئنها من السيك، سيكة هي بدئنها من الدور. أيوة أنا كاتبها في البوست عشان الناس تشوفها. ورطنا ورطة يا جيش.
بزاير من يومه انزل يا واد شيل العصابة قيادة بتعوم على عومه ابن اليهود قلب هجابة يا شعب بزاير من يومه انزل يا واد شيل العصابة قيادة بتعوم على عومه ابن اليهود قلب هجابة هنصر هنا من عندنا هنصر هنا وده حقنا قولي صورة يا بيب قولي صورة يا هانم شكرا شكرا احييكم ده فك الشفرة طبعا الكلام ما كانش باين كده بهذا الوضوح انا اللي بدات افوق اهو اجيبها لك منين اقولها لك ازاي اهو يا فندم اهو 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 طبعا اهو لا سحر ولا شعوذه انا فكيت الكلمات اللي هم كاتبينها وبيقول لك ان الجيش كاين قاده الجيش كاينين لان هم بيعرضوا مصر للقتل عطشا خيانه عظمى لا يا محمد يا علي ثقتنا في الجيش يا بابا ثقتنا في الجيش وقاده الجيش الموجودين لا تنحني ولا تنبني مع وجود مياه معدنية صافي اللي بينتجها الجيش عرفتوا ليه بقى يا مصريين الجيش كان بيعمل مياه معدنية كنتوا ظالمينه عرفتوا بيه بقى يا مصريين الجيش كان بيزرع الخضار لان كل يا ابني الاراضي دي هتبور هتبور كل الاراضي دي هتنشف العيال الصغيرة الرضع دي الاف ملايين الاطفال هتموت عطشا الجيش يسيبها ولا يعمل بقى مياه صافي طبعا انت بتناشد قادة الجيش ان هم ينضموا معاك وبتهددهم من يديك خيانة عظمى الناس دي يا ابني ما بتحسش الناس دي ما بتحسش قاعد هو في فيلته ولا ده انا من كلامك ودينك ده انا برد عليك الناس دي يا ابني قاعد في فيلته قاعد في قصره وصوره اللي انت اتكلمت عنها قاعدين في العاصمة الادارية يجي لهم ميتهم يجي لهم بابا جندهم يتشطفوا ياكلوا يكسروا وشهم يطرقعوا مية يرشوا حتى قدام البيت يملوا حمامات السباحة بمياه معدنية هيخاف من ايه؟ هيخاف من ايه؟ انما اللي يعطش ويخاف امثالك اعداء الوطن المصريين اللي في الاماكن الشعبية اللي بيخرجوا ثورة يبقوا بقى اتحايلوا على ضابط الشرطة يبقوا بق انبوه سواء ضابط الشرطة المصري او اليهودي الخطورة يا شعب مصر لو ما وقفناش ولا جه ورا جيشنا في انتاج مزيد من المياه المعدنيه اسرائيل هتقول لك كده ترقع ولا تموت بالعطش هتقول خلاص ارقع ترقع يعني ايه بقى هو مش عايز منك حاجه ما اليهودي ده زيه وزيك مش عايز منك حاجه عايز منك ايه مثلا ان انت تشتركوا في المي انت تشرب وهو يشرب بس هتقول لي بقى محمد علي انا قلت من 6 سنين للقاده العسكريين يضربوا ال السد النهضة بالصواريخ ليه؟ هو السيسي عبيط؟ لا يا حبيبي اليهود حاطين دلوقتي صواريخ حوالين سد النهضة ما تقدرش تطلع تضربه. ايه قولك بقى؟ ثعلب ولا مش ثعلب؟ ده مش انت بتقول ان السيسي خاين؟ لا عميل. ولا عميل ولا ما انا محتار لك انا مش عارف انت ايه. ثم محمد علي لما يموت عشرات عشرات مئات الالوف من المصريين عطشا وجوعا فلله ولا فعلك يعني. مش ده هيخفف الكثافة السكانية؟ يبقى الفصل اللي انت عاجبك الفصل فيه 130 طفل لما الفصل يبقى فيه 20 و10 و15 مش نبقى دولة متقدمة؟ نموذج أوروبي زي ما انت بتقول نبقى زينا زي أوروبا لما تقل الكثافة المواصلات دي هتقل ولا مش هتقل؟ الزحام في المواصلات لأن اللي هيموت يا جماعة دي بنتكلم في مية في نهر نيل انت متخيل؟ مش بنتكلم مثلا ان الفاصوليا غليت الرز غلي الزيت فقطعه الميه اللي بتشربها الصبح دي انت وعيالك ابنك هيموت من العطش مش هيستحمل يوم هيجيله جفاف ده غير الخضروات كلها هتزرع منين وطبعا بان قبل كده ان السيسي اصدر قرارات محدش يزرع رز محدش يزرع مش عارف قصب السكر نهى على مجموعه من الزراعات بتستهلك الميه هنخش بقى بعد كده طبعا في حاله لما اثيوبيا بقى خلاص كشفت عن انيابها والمؤامره والخيانه اللي حاصله مش هنزرع اغلب القدرات اللي موجوده انت مش هتلاقي تشرب فابنك هيموت يا من العطش يا من الجوع احنا مش بنتكلم بنهرج
ده موت، دي قنبلة نووية، دي هتشيل هتشيل. مين بقى اللي متورط في كده؟ السيسي لوحده؟ لا، محمد علي بقى عاوز يقول لنا ان مش السيسي لوحده، قيادات الجيش اللي سكتت على كده متهمه بالخيانه العظمى، بقتل الشعب المصري عطشا. يا سلام، والمفروض بقى نصدقك يا محمد علي. لا يا حبيبي مش هنصدقك. ليه؟ طول ما دي جنبنا احنا في حمايه ربنا، وبتنتجها شركه صافي اللي هو العصار والساده اللواءات اعضاء المجلس العسكري. الشعب المصري اوعى تتهز ثقتك في قيادة الجيش، دول ما خانوش يا ابني، بالعكس دول امنوا لك مستقبلك في ازازة مياه معدنية. المطالب دلوقتي من الشعب المصري ان يخزن، خزن مياه، ومهما تخزن ما تخافش، وراك جيش يغطي، مهما تخزن مياه معدنية يغطي. ومش كل الازايز يا ابني ب 25 و26 وفي ب 47 افيان والحاجات دي، لا، في ازاز ب 15، يعني دي مثلا دي هتعمل 17 جنيه تكفيك، تكفي مثلا نون صغير. حلو، انقذت طفل، انقذت طفل، انقذت روح. شعب مصر في خطر، انا معاك ان شعب مصر في خطر، بس مش السيسي بقى ان هو مضى يبقى خلاص، مش شرط يبقى عميل او جاسوس، ممكن يبقى عبيط. انا مش هشتم دلوقتي، ده حد يقولك طبعا يا سيد الرئيس، انا ما اقصدكش طبعا، ولا حتى اقصد المستشار اللي جنبك ده، انا يعني بتناقش مع محمد علي لو نزلت على رايه، يعني بقول له لو سلمنا جدلا ان هو مضى وجت وقوات الجيش دي شايفاه، مش لازم يبقى جاسوس ولا عميل، ده يبقى عبيط. ما اقصدش طبعا يا سياده الرئيس ان حضرتك عبيط، اظن انت فاهمني، ده اسلوب تفاوض. لكن اللي بقى ما فيهوش اسلوب تفاوض ان الميه هتجف، هتجف من نهر النيل، وان ما فيش حد هيخش ينقذنا، وان الجيش مش هينفع يضرب السد لان حواليه صواريخ، وان الجيش ما بيعرفش يضرب غير المدنيين العزل في المظاهرات. ما اشتركناش يا ابني في حرب بقالنا سنين، عاوز الجيش يضرب اثيوبيا؟ عايزه تفشخنا؟ والعيال الاثيوبيين دول اسود، احنا في الاجانب زي الفل، لكن ما يعني احنا يا ابني نبيع خضار نسترزق علشان مصر. ما هو دلوقتي بقى من كلامك ايدينك، مش انت اللي لسه من حلقتين كنت بتقول الجيش بيبيع خضار؟ عرفت بقى ليه بيبيع خضار؟ عشان لما الاراضي تبور وتنشف يبقى في عسكري يقدر يبيع ليمون وخيار وجزر وقتة ويعمل كحك العيد ويعمل عيش، ينقذ على الاقل مليون ويموت 80 90 مليون، تكف العمليه الكثافيه. يا جماعه الجيش ليس خاين، بس حوشوا فلوس كتير وحوشوا ميه، حوشوا ميه كتير الايام اللي جايه، ربنا عالم الايام السود. احنا كمؤسسات للدوله وانا كرجل مقرب من القصر والعيله الحاكمه، احنا نقعد في المدينه الاداريه في العاصمه الاداريه كراتين ميه وفي ابار، لكن الشعب، الشعب بقى يواجه مصيره، الشعب يواجه مصيره. وزير الدفاع ايوه كان شايف سيسي بيمضي وساكت، وشايف الشعب هيتفشخ يموت عطش وساكت، بس يعمل ايه؟ هو رئيس؟ هو رئيس يا حبيبي؟ ده وزير دفاع. وزير الري يعمل ايه؟ وسامح شكري وزير خارجية يعمل لك ايه؟ رمالك اكتر من مره ميكروفون الجزيره، هيعمل ايه الراجل اكتر من كده؟ يرمي بقى ميكروفون اثيوبيا؟ وانت عايز تقطع علاقاتنا مع كل الناس ولا ايه يا محمد علي؟ ما تفوق كده. سامح شكري رمى ميكروفون الجزيره واعلن موقفه وراح زار نتنياهو مرتين ثلاثه وشاف معاه الماتش ومع مراته، ايه بقى هو كمان خاين وعامل؟ يا شعب مصر ما تصدقش محمد علي الا لما تشوف بعينك النهر جف. لما تفتح الحنفيه الصبح وتلاقي مفيش ميه تقول صح، تصدق؟ تصدق يا جدع محمد علي ده كان عنده حق. ده السيسي ده خاين وعميل. مع ان برضه مش اكيد، ما ممكن زي ما قلت لك يكون مضى غلط. عموما وزاره الخارجيه انا يعني حضرت اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السيد سامح شكري، اللي احنا نشتغل عليه دلوقتي حاجه اسمها عيل وغلط. يعني ما كانش قصده، هنقول ده مش خطه. الامضه بتاعت السيد الرئيس السيسي هنقول مش خطه. يثبتوا بقى ان هي مش خطه، على ما يثبتوا يكون ايه خدنا وقت على قد ما نقدر، مش وقت علشان ما يبنوش السد ولا يخزنوا الميه ونجف، لا دي هتجف هتجف، هناخد وقت على ما نخزن احنا ونعمل الابار، لان البيه المحترم محمد علي طلبت منه الهيئه الهندسيه انه يبني ابار كتير عشان تطلع ميه، البيه انسحب وهرب وقال لك ده مش تفكير، ده موت الناس موت الشعب. اللي شغالين عليه دلوقتي يا جماعه تخريه مياه البحر، تخريه مياه البحر اللي مطلوب من حضراتكم في عز المياه لسه موجوده، اصرفوا كتير، اصرفوا كتير، لان ده هيتحلل وهيعود علينا كلنا، قصدي هيعود عليكم كلكم بالنفع كشعب.
انما مؤسسات الدوله احنا قاعدين في العاصمه الاداريه الجديده، ما تقلقوش علينا، ما تقلقوش يا شعب، انا عارف قلبكم، احنا بخير يا اولاد، السيد الرئيس بخير، وقيادات الدوله هتبقى بخير في العاصمه الاداريه الجديده، معانا ميتنا وسلطاتنا وبابا غنوج، احنا اللي قلبنا قلقان عليكم. خزنوا ميه كتير وتبولوا دلوقتي كتير، لان هيحصل تخريه لمياه الصرف الصحي وهيحصل تحليه لمياه البحر. السيسي مش خاين يا ابني، السيسي ممكن يكون عبيط جاسوس لكن مش خاين. قيادات الجيش اللي شافت الضربه النوويه اللي هتحصل لشعب المصري وجفاف شعب نهر النيل وموت عشرات المصريين عطشا وجوعا وبوار الاراضي، مش جيش خاين يا ابني، ممكن يبقى مش واخد باله او ماشي. انت بص، انت عايز تقول قيادات جيش خاونه وعميله ماشي، لكن ما تجيش ناحيه السيسي، ارجوك ارجوك، السيسي خط احمر، كفايه بقى اللي نابنا واللي حصل لنا، عايزين نفوق بقى يا شعب مصر.